طبعا كانت الفترة ديت صعبة شوية، وأي حد كان اشتغل مع رئيس مبارك كان يقولوا عليه فلول، فاكرة اللفظ ده؟ طبعا. فلول، واتهامات بقى سخيفة، وطبعا الناس اللي هي نفسها في المنصب برضو في غل شوية كانت، وبعض الصحفيين يعني تناولوني بالإساءة اللي هي إيه أثرت على أسرتي. كان في تطاول شوية، تطاول وسب وقصف، أيام ما كانت الدنيا مرتبكة والأمور كلها ملخبطة. صحيح. وأنا بيني وبين حضرتك يعني، وده برضو سر تالت أو رابع ولا خامس يمكن، أنا مش مؤمن بالتغيير من الشارع. يعني أنا كنت بنظر لميدان التحرير يعني أنه دي حالة كده مش بالضرورة تنتج أحسن إنتاج، ممكن تؤدي إلى مشاكل، فوضى تؤدي لمشاكل. وعرفش إذا كنت أنا صح ولا لا، لكن ده اعتقادي. عشان كده أنا عمري ما نزلت ميدان التحرير إلا بعديها في أيام الحكم الأخوة، نزلت بعدك.